الأزمة المالية العالمية كانت هي الشرارة التي أو الشعرة التي قصمت ظهر البعير. يعني هي كان الاقتصاد الكويتي بحاجة لها علشان تبين وضع المهلهل أو الضعيف جدا. الاقتصاد الكويتي للأسف اقتصاد مهمل لاعتقاد خاطئ لدى الدولة أنه ما دام هناك في حقل برقان يضخ نفطا والدولة تستلم أموالا وتصرف بالميزانيات المتتابعة، فالقطاع الخاص هو قطاع دوني، قطاع نعم ما هو مهم، وبالتالي يجب إهماله، إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة التي وجدت فيها الحكومة نفسها بوضع، أنا مثل ما كتبت قبل فترة في أحد المقالات، وصلت إلى طريق إلى سكة سد أو إلى طريق مغلق. فالجهاز الوظيفي تضخم إلى درجة كبيرة جدا حتى أصبح لدينا أكبر حكومة بالعالم بالنسبة لعدد السكان، وأصبح لدينا ميزانية ضخمة جدا تزيد على 70 بليون دولار لدولة عدد سكانها مليون مواطن ومليونين مقيم، بمساحة جغرافية لا تزيد عن 14,000 كيلومتر مربع، باقتصاد مهلهل، نعم وضع ضعيف جدا مهمل. تعتقد الحكومة لسبب أو لآخر أن سياستها بالاعتماد على مورد واحد اللي هو النفط، ما دام النفط يرتفع والأموال تأتي هذا يكفي. لكن طبعا واقع الحال يؤكد هذه السياسة الخاطئة، ويدل على أن ما هو حاصل اليوم بالكويت من زيادة الكوادر وتهديد الإضرابات. ما بقى أحد ما هدد بالإضراب لزيادة رواتب، حتى وصل الأمر إلى تضخم الميزانية العامة. نعم وإن شاء الله يعني ما تتعرض الكويت لعجز في الميزانية، لأن لا يزال دخل النفط جيد، لكن القطاعات الأخرى قطاعات مهملة تماما طب سيد فيصل، وفي لنتحدث تردي عن في الأداء. السبب الرئيسي وطرق معالجته حتى اليوم بعد مرور 3 أعوام على الأزمة المالية. يعني كما نعلم الآن الحديث عن واقع الاقتصاد الكويتي بأنه هناك إيرادات، وتحديدا اعتمادها الرئيسي على النفط وإيراداتها من القطاع النفطي، ولكن لا يوجد استثمار لهذه الأموال، يعني لا توجد نظرة للمستقبل بالنسبة لاستثمارات الكويت في قطاعاتها الاقتصادية، وبالتالي وهذا ما لمسناه يعني مؤخرا في تصريحات المركز الكويتي. وبالتالي اليوم الشركات في الكويت نفسها إلى أي مدى هي المسؤولة؟ يعني نتحدث عن شركات الاستثمار، القطاع الخاص، إلى أي مدى هو المسؤول عن هذه الصورة بالنسبة للاقتصاد الكويتي، وما الذي تم معالجته حتى الآن منذ بداية الأزمة؟ نعم، أنا قبل لا أرجع لشركات الاستثمار أو الشركات بشكل خاص، خلينا نتكلم عن الـ 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 أنا أعتقد المشكلة اللي واقعين فيها هي مشكلة إدارية وإرادية. ليس هناك إرادة واضحة لإصلاح الوضع، لأن الإصلاح ما هو إصلاح ترقيعي، وإنما إصلاح لازم يكون جذري للوضع الاقتصادي المحلي. وليس هناك إدارة قادرة على تنفيذ هذا الإصلاح بالوضع الحالي. إذا الموضوع يحتاج إلى يعني تغيير جذري في اسلوب التعامل الاقتصادي مع في الكويت. وهذا نتيجه اهمال للدور الاقتصادي. يعني ما في وزير اقتصاد بالكويت، في وزير ماليه مسؤول عن الميزانيه، وليس هناك مسؤول اقتصادي يعني يتابع الامور الاقتصاديه ويعالجها. طبعا في اسباب تشريعيه، في اسباب، بس انا اعتقد انه معظم الاسباب هي اسباب اداريه حكوميه. التخلف جاء من اهمال الحكومه. أما شركات الاستثمار أو الشركات بشكل عام بالكويت، فالشركات تعيش على بيئة اقتصادية رحبة، على فرص استثمارية متاحة، على تمويل مصرفي حصيف وقادر نعم على إعطاء هذا التمويل عند الحاجة. هذه الأمور غير موجودة الآن بالكويت، طبعا بالإضافة إلى ما حصل بالعالم وما يحصل بالربيع العربي من خلال الأزمات السياسية اللي موجودة في المنطقة. هذه كلها طبيعة الحال أثرت في الوضع. لكن احنا كبلد وككويت بلد في فوائض مالية على عكس معظم دول العالم اللي تتعرض لأزمات مالية، وبالتالي بلد صغير الحجم قليل السكان عنده فوائض مالية ضخمة
قادره على معالجه معظم المشاكل اللي نواجهها، لكن للاسف ليس هناك حتى الان القرار. شركات الاستثمار يجوز بعضها اخطا، لكن جل من لا يخطئ. في شركات تجاوزت، لكن وين في بلد بالعالم ما في شركات تتجاوز؟ طيب سأعود معك لشركات الاستثمار، ولكن ما الذي تم انجازه حتى الان سيد فيصل على صعيد الاقتصاد الكويتي منذ مرور الازمه وحتى اليوم؟ للاسف حتى الان لم يتم انجاز اي شيء. تشكيل لجان، تفرق لجان، تفرق فرق عمل، مزيد من الدراسات. البنك الدولي قدم عده دراسات، جابوا مستر بلير قدم دراسات، في لجان اقتصاديه داخليه قدمت دراسات، مجلس التخطيط قام بعده دراسات، وهذه الدراسات تتراكم فوق الرفوف ويملأها الغبار، وليس هناك اداره واراده لتطبيق اي من هذه الدراسات حتى الان. وانا اسف انه لجأنا حتى اخيرا في رمضان ايضا لتشكيل لجنه للدراسه. احنا شبعنا دراسات وعندنا امكانيات ضخمه كقطاع خاص لفهم هذه الدراسات وتنفيذها، لكن المشكله انه الاتيان بموظفين لعلاج مشاكل هم من قاموا في 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 هذه المشاكل، وابعاد القطاع الخاص قدر المستطاع او قدر الامكان عن هذه اللجان لتفعيل الدور. طيب لا تزال المسألة يعني مسألة قوانين، تشريعات وتنظيمات تحتاجها الاقتصاد الكويتي، ولكن نعود إلى القطاعات الرئيسية الأكثر تضررا في الاقتصاد الكويتي في الأزمة، كما نعلم سوق الأسهم الذي تأثر، وأيضا الأكبر أو الأكثر خسارة شركات الاستثمار اليوم. هل تعتقد أنه لا يزال هناك أمل بالنسبة لمستقبل شركات الاستثمار، تحديدا يعني من مسألة اندماجات أو إجراءات استثنائية تصحيح وضع هذه الشركات في ذي الخطوات التي تمت مؤخرا وحتى هذا اليوم؟ يعني هل تعتقد انه لا يزال هناك امل بالنسبه لهذه الشركات؟ في الاسواق الماليه البورصات هي دائما مؤشر للاوضاع الاقتصاديه، وبعدين طبيعه الاسواق يقال باللغه الانجليزيه they overshoot، يعني يبالغون بالطلوع ويبالغون بالانخفاض، وهم دائما مؤشر للاوضاع الداخليه. ما يحدث في سوق الاسهم اليوم بالكويت هو مؤشر لثقه المتداولين والمستثمرين في الوضع الاقتصادي الداخلي وفي شركات الاستثمار بشكل خاص. مثل ما قلنا شركات الاستثمار تعيش في بيئة صعبة جدا قانونيا وتشريعيا وماليا، وبالتالي يعني ما في فرص استثمارية متاحة أمامها مثل ما ذكرت لك قبل شوية، لا بالداخل ولا بالخارج. طب هل السبب هو التركيز على استثمار سوق الأسهم سيد فيصل؟ يعني أنتم في شركة بيان ركزتم بالدرجة الأولى على سوق الأسهم الكويتي لجني أرباح سريع، بالتالي هل هذا الشيء عرض الشركة لبعض الخلل وهو ما تبعته طبعا بعض شركات الاستثمار التي اعتمدت بشكل رئيسي على محافظ الأسهم تحديدا؟ شوفي سيدتي، أولا ما في فرص صناعية بالكويت، وإحنا استثمرنا بأسواق العقار، وصحيح استثمرنا بأسواق الأسهم بشركات منتجة وجيدة، ولكن يعني حاولنا نستثمر طبعا في دول الخليج مثل في قطر وفي ليبيا كنا عندنا استثمارات، وفي مصر عندنا صناعات وكذا استثمار عندنا، لكن يعني البيئه بشكل عام الداخليه والخارجيه والربيع العربي وتداعياته كلها مع بعض جات في فتره واحده اثرت على وضع شركتنا والشركات الاخرى كلها. يعني انت شايف الاوضاع بالكويت. طبعا انا ارى ان هناك في دول خليجيه، لان دول مجلس التعاون تتمتع بفوائد نفطيه وغير مدينه في معظم الحالات، الكويت غير مدينه ولديها حوالي 300 بليون دولار فوائد ماليه، ومعظم دول الخليج يعني طبعا بنسب متفاوته لديها هذه الفوائد. قطر والمملكه العربيه السعوديه استفادت من هذه الفوائد في مشاريع تنمويه كبيره. الكويت نسمع كثيرا عن 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 الطحين، لكننا يعني نسمع ضجيجا لا نرى طحينا. لغايه الان في تعثر في قضيه الاداره الحكوميه بالكويت، وهذا طبعا ينعكس على شركات الاستثمار وعلينا بشكل يعني تتحدث انها انحصرت فقط استثماراتها في سوق الاسهم لتوفر هذا المجال الضيق فقط كفرص استثماريه للشركات. وفي سوق العقار وعندنا مصانع، وفي سوق العقار وعندنا مصنع في مصر وعندنا
استثمارات أخرى في صناعة النفط. أنا أتكلم عن تحديدا عن داخل سوق الكويت أو قطاعات السوق الكويتية اليوم. نعم. ومع هذه الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية والمختصة وتحديدا ما سمعنا إليه من تصريحات أخيرة من المركز الكويتي لتشجيع البيئة لتكون بيئة استثمارية أكثر، برأيك ما هي القطاعات الواعدة لشركات الاستثمار لكي تنهض بالاقتصاد الكويتي من جديد اليوم؟ على أي من القطاعات يجب التركيز أو أي الأقنية الاستثمارية داخل الاقتصاد أو السوق الكويتي؟ أول شيء لغاية الآن الحكومة ما عملت شيء، ما في جهود بذلت لغاية الآن. يعني على الصعيد العملي الأخيرة القريبة سيد فيصل لمحافظة المركز الكويتي. معلش معلش هذه كلها تصريحات. لغاية الآن على أرض الواقع لم يتم أي شيء، لذلك احنا نشوف الأمور لا تزال تتردد. لكن في قطاعات كثيرة محتكرتها الحكومة. الحكومة محتكرة أكثر من 90% من العقار بالكويت. الحكومة محتكرة كل الخدمات تقريبا اللي بالكويت، يعني القطاع النفطي اكبر قطاع 99.9% منه حكومي. قطاعات الكهرباء كلها حكومه، القطاع الصحي معظمها حكومه، القطاع التلفونات الارضيه كلها حكومه. نعم. يعني كل هذه قطاعات حكوميه فيها فرص استثماريه كبيره لشركات استثمار لو تم فتح المجال لقانون التخصيص. طلعوا قانون تخصيص غير قادرين على تطبيقه، طلعوا قانون بي او تي غير قادرين على تطبيقه، يطلعون قوانين عرجاء وهم غير قادرين على تطبيقها ويخلون على حاله على كمام المرحوم. وبالتالي يعني احنا نقول على كمام المرحوم، يعني زي ما تركها المرحوم زي ما تركها المتوفي، ما حدا يمسها. وتبقى الامور على حالها وتتردى وتستمر بالتردي. وانا يعني اطالب من خلال شاشه سي ام بي سي أن يكون هناك في صحوة اقتصادية للكويت، لأن الكويت حرام تستحق أفضل من هذا اللي قاعد يحصل لها. عندها كل الإمكانيات، عندها قطاع خاص واعد وقادر على الحركة وعلى وعندها تاريخ طويل من الإنجازات بالداخل والخارج. لديها إمكانيات مالية قلما توجد في أي دولة بالعالم. القطاع المالية دولة صغيرة الحجم قليلة السكان، عندها بإرادة قوية وبإدارة سليمة تستطيع أن تحول هذا البوتيك الصغير الغني إلى أفضل بوتيك بالعالم. نعم. ومن أفضلهم. نحن لسنا ناقلة نفط ضخمة، نحن لسنا نيجيريا ولسنا دولة كبيرة. يعني أنا أروح الصين بشكل متواصل وأشوف هذه الدولة العظمى الكبيرة رغم الأزمة العالمية تنمو بشكل 9 و10 و11% بالسنة، يعني لأن وجدت الإرادة ووجدت الإدارة وبدأوا يمولون القطاعات الخاصة تمويل سريع وسهل لتشجيع الصناعة وتشجيع التجارة وتشجيع الإنتاج. وأصبح الآن في قطاع خاص بالصين الدولة الشيوعية من أكبر القطاعات الخاص في الصناعات الصغيرة وصناعات